مشاهدينا أهلا بحضراتكم من جديد. أزمة الكهرباء تؤرق المواطنين خاصة بعد زيادة عدد ساعات تخفيف الأحمال بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية، ولكن خرج مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء يتحدث عن مفاجأة جديدة بجدول تخفيف الأحمال. ماذا قالت وزارة الكهرباء عن قطع الكهرباء وما حقيقة تقليل عدد ساعات تخفيف الأحمال؟ هذا ما سنوضحه الآن من خلال هذه التغطية. أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن عودة العمل بجدول تخفيف الأحمال الذي أعلنه مجلس الوزراء ونشرته الصفحة الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر، والذي يقضي بتخفيف الأحمال ساعتين يومياً فقط. حيث كانت الشركة القابضة قد نشرت قرار بتغيير جدول تخفيف الأحمال ليكون بدءا من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 7 مساء، وده طبعا بسبب امتحانات الثانوية العامة، وبالفعل تم زيادته لثلاث ساعات أمس فقط بسبب نقص إمداد المازوت من قبل وزارة البترول لمحطات إنتاج الكهرباء. وأوضح المصدر أن هناك تعليمات عليا بتوفير الكميات اللازمة من الوقود لإمداد محطات الإنتاج به وعدم زيادة مدة تخفيف الأحمال، مراعاة للمواطنين وأيضا مراعاة لطلاب الثانوية العامة. وأيضا كانت وزارتي الكهرباء والبترول قد أعلنا في بيان رسمي أمس أنه نظرا لتزامن بعض إجراءات الصيانة الوقائية في جزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مما طبعا بيستدعي زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم فقط لساعة إضافية من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية. ويذكر أيضا أن وزير البترول قد كشف في تصريحات خاصة تلفزيونية الأسبوع الماضي أن وزارة البترول تقدم دعما لقطاع الكهرباء بقيمة 120 مليار جنيه سنويا، وذلك في تغطية طبعا فرق التكلفة بين سعر الغاز والمازوت المباع لوزارة الكهرباء وسعرهما الحقيقي. وأضاف أن وزارة الكهرباء تسدد حاليا 5 مليارات جنيه فقط شهريا من إجمالي فاتورة الوقود الشهرية المستحقة عليها، والتي تبلغ تقريبا 15 مليار جنيه، لافتا إلى تراكم متأخرات على وزارة الكهرباء تصل إلى 10 مليارات جنيه شهريا. وذكر أن إجمالي تكلفة الوقود المقدمة من وزارة البترول لوزارة الكهرباء يبلغ 240 مليار جنيه سنويا، منها 120 مليار جنيه كدعم مباشر في أسعار الغاز والمازوت، و120 مليار جنيه كمتأخرات سنوية في سداد فواتير الوقود. مستمرين مع حضراتكم في باقي التفاصيل، وبنقول انه كمان فيما يجري على قدم وساق العمل داخل وزارة الكهرباء على زيادة نسبة التحصيل والحمد من سرقات التيار الكهربائي للحصول على حق الدولة وتوفير السيولة المادية لسداد متأخرات الوزارة لدى وزارة البترول. وعلى جانب آخر، وكانت طبعا قد أعلنت الحكومة عن قرار جديد يقضي بزيادة مدة تخفيف أحمال الكهرباء، وذلك في إطار جهودها لمواجهة أزمة نقص الطاقة في البلاد بشكل عام. وبحسب القرار ستتم زيادة مدة انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق مع استثناء المرافق الحيوية والقطاعات الصناعية الهامة. وأيضا كشفت الحكومة تغيير مواعيد ومدة العمل بخطة تخفيف أحمال الكهرباء في قرى ومدن ومحافظات مصر. وأعلنت وزارتي الكهرباء والبترول أنه نظرا لتزامن بعض إجراءات الصيانة الوقائية في جزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مما طبعا بيستدعي زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم فقط لساعة إضافية من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء وأيضا الشبكة القومية للغازات الطبيعية.
وصرح مصدر بوزارة الكهرباء بوصول القدرات المستخدمة يوميا إلى نحو 35 ألف ميجا وات بسبب موجة الحر الشديد. وأيضا أوضح المصدر أن هذه الزيادة في الأحمال أدت لرفع القدرات التي يتم فصلها على المشتركين إلى حوالي 5000 ميجا وات يوميا بدلا من 3000 ميجا وات في الأيام القليلة الماضية، وبالتالي زيادة مدة انقطاع الكهرباء خلال هذه الموجة. وتابع المصدر أنه مع تزايد درجات الحرارة وأيضا الاحتياجات والاستهلاكات الكهربائية، بلغ أقصى حمل كهربي خلال ساعة الذروة إلى 34650 ميجا وات، فيما بلغت القدرات طبعا التالية: الكهربائية المتاحة ل 44900 ميجا وات، وبلغ احتياطي القدرات الكهربائية 9600 ميجا وات. وأكد المصدر طبعا أن جدير بالذكر أن هناك حالة طوارئ في جميع شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، وده طبعا خاصة بعد اجتماع الوزير محمد شاكر الأسبوع الماضي مع رؤساء الشركات، وبالفعل طلبهم فيه بزيادة نسبة التحصيل والحد من نسبة الفقد، كما أيضا تم تشكيل لجنة للمتابعة والرقابة على جميع الشركات، وخاصة جنوب القاهرة بعد تخطي نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية لحوالي نسبة بتتراوح من 50%. وإلى هنا مشاهدينا بنصل إلى ختام تغطيتنا، وبنؤكد أن وزارة الكهرباء تسعى بكل جهدها لتخفيف الحمل عن المواطن، ونتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتوفير اللازم من طاقة لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية. ونشكر حضراتكم جدا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.